جمعنا أنماط مختلفة من السيدات الحوامل عشان نسألها إذا كانت الست مفروض إنها تسيب شغلها ولا لأ بعد الولادة. والله أنا شايفة إن الست لازم تسيب الشغل بعد الخلفة، خصوصا بعد الحوادث الغريبة اللي بتحصل دي. أنا شخصيا مش قادرة أستأمن ابني عند أي حد، فأنا شايفة إن لازم الست تسيب شغلها. تخيل كده حصل أي حاجة وهي في الشغل. لا، انا شخصيا مع ان الست لازم تكمل شغل بعد الولاده، ولازم تحاول انها توصل على قد ما تقدر لكل احلامها وتحقق مراكز كويسه علشان ابنها يفتخر بيها في المستقبل ويشوف مامته وصلت لها. انا شخصيا كان نفسي جدا ان انا اكمل في الشغل، لكن للاسف الظروف الصحيه تمنعني من ان انا اربي وان انا اشتغل في نفس الوقت. والدكتور للاسف لا 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 شغل الا سيب، امال مين يصرف عليا وعلى عيالي؟ ده انا جوزي متوفي وعندي عيالين غير اللي في بطني دول، ولا عمري قصرت معاهم ولا حاجة، ولا الشغل معطلني ولا أي حاجة. لا 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 لا، مقدرش أسيب الشغل أنا أبدا. أنا بسيب الشغل إيه؟ كل اللي انت بتقوله ده صح. الست تقدر تعمل أي حاجة، تقدر تشتغل وتقدر تربي، لكن اللي بيحدد ده ظروفها الاجتماعية والصحية والمادية وكمان الشخصية. في ستات قدرت إن هي تربي وتشتغل في نفس الوقت وقدرت تخرج لنا نماذج مشرفة جدا، وستات قررت إنها تتفرغ لبيتها بس وقدرت تخرج لنا نماذج نفتخر بيها. فالموضوع مش خناقة أبدا، الست تقدر تعمل أي حاجة على حسب ظروفها المناسبة.